اغلب الكتل السياسيه اللي عندها حمله دعائيه كبيره شو تسوي؟ قامت تشتري مطابع ومثلا تجي توصينا على مواد مال طباعه كامله تطبع تكمل طبعها المكان اللي تبقى تبيعها بربع سعرها. سابقا كانت الارباح جيده، حاليا الارباح شبه معدومه. اضافه الى وسائل التواصل الاجتماعي، يعني تعرف حاليا بالفيس وغير الفيس وتويتر وغيره تروج ب $100 يمكن تعادل فد 50 او 60 بوستر تطبع التكلفه مالته ويوصل العدد اكبر من المواطنين. اكو مرشحين اشتروا طابعات وراحوا استاردوا فليكس على مود يوفرون الفلوس والطابعات سدت تشتغل، يعني طابعات عملاقه كبيره وصرفوا عليها مبالغ. اي وحتى فتحوا شركات طباعه، يعني هم يمشون شغل تجاري كعمل.